ننتقل إلى الأنشطة التقويمية ونبدأ بالنشاط التقويمي الأول. حاول الجواب على النشاط. نكتفي بهذا القدر. تونسي تفضل. سنؤطر ناقص 2A. نعم لنؤطر ناقص 2A. A محصورة بين ناقص 4 وناقص 3. حسب المعطيات A محصورة بين ناقص 4 وناقص 3. سنضرب الطرفين المتفاوتين في العدد ناقص 2. بما أن العدد ناقص 2 سالب سنغيره. سنغير الرمز. ناقص 2 في ناقص 4 أكبر من أو يساوي ناقص 2. أكبر من أو يساوي ناقص 2 في ناقص 3. ناقص 3. ناقص 2 في ناقص 4 هي 8. هي 8. أكبر من أو يساوي ناقص 2. أكبر من أو يساوي ناقص 2 في ناقص 3 ناقص 6. نعم 6. 6 يمكن كتابتها على الشكل صار. نعم 8 ناقص 2 أكبر من 6. إذا التأطير ناقص 2A محصور بين 6 و 8. من يقوم بالنسبة للتأطير ناقص 3B فاطمة؟ لنؤطر ناقص 3B لدينا ب محصورة بين 1 و 2. لدينا ب محصورة بين 1 و 2. نضرب كل طرف في العدد السالب ناخذ 3 ونغير الرمز. نعم 1 في ناقص 3 أكبر من أو يساوي ناقص 3 ب أكبر من أو يساوي 2 في ناقص 3. واحد في ناقص 3 ناقص 3 أكبر من أو يساوي ناقص 3 ب أكبر من أو يساوي 2 في ناقص 3 تساوي ناقص 6. وهذا يعني سنغير الرمز. ناقص 6 أصغر من أو يساوي ناقص 3 ب أصغر من أو يساوي ناقص 3. ثم ننتقل إلى التعبير ناقص 2A ناقص 3B زائد 1. نعم نجوى. التأطير ناقص 2A ناقص 3B زائد 1. نأخذ تأطير الزميل التونسي. ناقص 2A محصورة بين 6 وتأطير الزميلة فاطمة ناقص 3B محصورة بين ناقص 6 إيه؟ وناقص 3. 6 ناقص 6 0 محصورة بين ناقص 2A ناقص 3B محصورة بين 5. ثم نضيف زائد 1 ناقص 2A ناقص 3B زائد 1 نعم. نعم ننتقل إلى السؤال الموالي الثاني. إذا علمت أن ناقص 3C زائد 5 محصورة بناقص 2 و 1 فأعطي تأطيرا للعدد C. هذه عملية عكسية. أعطونا تأطير لتعبير ونستنتجوا منه تأطير للعدد C. من يقوم بالنسبة لهذه العملية؟ شيماء. لدينا اثنان ناقص اثنان أصغر أو يساوي ناقص 3C زائد 5 أصغر أو يساوي 1.
للتخلص من خمسة نضيف لكل طرف من المتفاوتة مقابل خمسة. لكل طرف ستضيف العدد ناقص خمسة فتحصل على اثنان ناقص اثنان ناقص خمسة أصغر أو يساوي ناقص ثلاثة سي زائد خمسة ناقص خمسة أصغر أو يساوي واحد ناقص خمسة. نعم خمسة لدينا عددين متقابلين خمسة ناقص خمسة اثنان ناقص اثنان ناقص خمسة نحتفظ بالإشارة ونجمعهم هي ناقص سبعة أصغر أو يساوي ناقص ثلاثة سي أصغر أو يساوي ناقص أربعة ناقص نضرب كل طرف متفاوتة في مقلوب ناقص ثلاثة ناقص سبعة في ناقص واحد على ثلاثة أكبر أو يساوي نغير الرمز لأن ضربنا في عدد مساوي عدد سالب نعم جيد ناقص واحد على ثلاثة في ناقص ثلاثة سالب أكبر أو يساوي ناقص أربعة في ناقص واحد على ثلاثة ناقص في ناقص زائد خذي وقتك سبعة على ثلاثة أكبر أو يساوي نختزل زائد ثلاثة هي سي أكبر أو يساوي أربعة على ثلاثة وبالتالي فإن أربعة على ثلاثة أصغر أو يساوي سي أصغر أو يساوي سبعة على ثلاثة طيب إذن تعطير السي محصور بين 4 على 3 و 7 على 3 ننتقل إلى النشاط التقويمي الثاني هو على شكل وضعية غنوظف فيها العلاقات أو القواعد المتعلقة بالترتيب حمزة قرأ لنا نص التمرين قطعة أرضية على شكل مستطيل بعدها 30 متر و 50 متر توجد بها طريق عرضها X إذا علمت أن مساحة الجزء المخدش محصورة بين 1300 متر مربع و 1400 متر مربع حدد تعطير للعدد X عرض الطريق حاول تنزود العمل هذا مربعات السيلين ثلاثة نكسر القدم نصحح نعم جمالي نحسب مساحة جزء المخدش وهي مساحة المستطيل الأكبر ناقص مساحة المستطيل الأصغر عادي نحسب مساحة جزء المخدش وهي مساحة المستطيل الأكبر ناقص مساحة المستطيل الأصغر نعم ما رأيكم في هذا الجواب؟ تونسي؟ خاطئ نضيف مقابلة لكل طرف ناقص
50 ناقص x 50 ناقص 100 تدي التخلص من ناقص 50 نضرب في مقلوب العدد ناقص 50 وهو 1 على ناقص 50 جيد. اذا نقلب الرمز لان عدد ثاني. جيد. في 1 على ناقص 50 ناقص 100 انتبهي اكبر هنا ناقص 100 في 1 على ناقص 50 ناقص 100 في 1 على ناقص 50 هي اكس محصوره ما بين ناقص 2 4 اي 2 اصغر من او تساوي اصغر من او تساوي اكس 4 اذا النتيجه هي وبالتالي عرض الطريق هو محصور بين بين 2 و 4 امتار يعني ما يكون في هذا الانجاز ما يكون في هذا الانجاز لا من جوا ان هذا الانجاز صحيح هل من سؤال هل من صوتي لا اذا المراحل فهي واضحه بدات بحساب الجزء المخدش باعتباره هو فرق لمساحتين مساحة المستطيل اللي كيمثل البقعة الأرضية ناقص مساحة المستطيل الأصغر اللي كيمثل العرض اللي كيمثل الطريق فرقنا وكنا نعلم أن مساحة المستطيل هي من يتمم نعم فاطمة مساحة المستطيل هي جداء بعديه هي جداء الطول في العرض أو جداء بعديه فالبعدان هما 53 أما بالنسبة للطريق فبعدها هما اكس و 50 نهينا هذه الحصه نتمنى تكونوا استفدتوا معايا وتغلبتوا على الصعوبات اللي طرحها مفهوم الترتيب والعمليات والى الحصه المقبله ان شاء الله كنصح الاصدقاء ديالي باش يحضروا لهذه الحصص ديال الدعم باش يتخلصوا من المشاكل اللي عندهم بحال كيف تخلصت من الوضع المشكل اللي كان هو مني كنت فهمت الدرس في المدرسة ومن بعد مني مشيت ليكوغ عاود فهموني بطريقة أخرى بأن مني نضربو في عدد سالب نقلبو الرمز ديال المتفاوجة